عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نهار جديد وفيديو جديد، ومرحبا بكم معايا خوتي داخل المغرب وخارج المغرب. كنتمنى تشوفوا هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيكه بالفواكه الجافه، وبقاو معايا خوتي. كي كتشوفوا خوتي، اليوم غادي ندير واحد الكيكه بالفواكه الجافه، نبداو بسم الله. عندي هنايا 6 د البيضات صغار ما كبارش، الحجم الصغير. عندي كاس د سنيده، كاس د الحليب، كاس د الزيت ما عمرش بزاف. عندي هنا اللوز مهرمشاه، مهرمش ما مطحونش بزاف، غير مهرمش. عندي هنا العنب المجفف او الزبيب، حتى هو مقطعه شويه طريفات صغار. عندي هنايا كاوكاو، كاوكاو داك الرقيق حتى هو مهرمش. وعندي هنايا القشور ديال البرتقال، وعندي ثلاثة د الخمارات، جوج خمارات حمر وخمارة فانيلا. وبقاو معايا خوتي. بسم الله، دابا غادي ندير البيض. درنا 6 د البيضات حيت صغار، انا درت 6، الا كانوا كبار ديروا 4 ولا 5. طبيعة الحال البيض مغسول وما كنتش دايره في الثلاجة. هاد الكيكة راه كتجي زوينة اخوتي، صحية. خلط هاد البيض هدا، ندير معاه سنيدة باش يتخلط لي دغيا. وهاد الكيكة اخوتي اللي بغا يديرها حتى نفس المقادير، يدير فيها عوض الدقيق، يدير فيها الحمرة باش كنقرصو الخبز. حتى هي انا فايته دايراها، كتجي زوينة الصراحة. حتى بالحمامر كتجي زوينة. ندير هاد الخميشة د الفاني، وغادي ندير هاد القشور ديال الليمونه. هاد الكيكه كتجي عائليه وزوينه. اليوم راه جا عندي الوالد ومرات الوالد، وغادي ندير هاد الكيكه الكاسكروت، نديرو بها كاسكروت. عندي الوالد ديالي راه مود هادي، مجاش عندي، ايوا جا عندي هاد النهار، راني فرحانة. مرحبا بيه هو ومراتو، الله يطول عمرهم ويخلي لهم صحيحتهم. دابا ندير درت كاس د الحليب ودرت كاس ديال الزيت، نخلطهم مزيان. دابا خوتي غندير معلقه د الخل، حيت ما قلتها لكمش قبيله، معلقه ديال الخل. كي كتشوفوا حركت هذا الخليط هذا كامل مزيان، وما كنبغيش داك التراب الكهربائي راه كاين، كنبغيش الصراحه نطرب. يجني الصنطريط مزيان، خليطها مزيان. ودابا غادي نبدا ندير الدقيق شويه بشويه. غادي ندير هاد جوج خمارات حمر،
صافي وغنبدا نخلطها حتى تعقد العجينه ديالنا. ومن بعد عاد غادي نزيدو هذوك الفواكه اللي بقاو لنا، الفواكه الجافه دابا خوتي. بعد ما خلطت المقادير كامله جاتنا لهاد الطريقه. شفتي كتحركي بالخشبه شو اسكت انت باغي تفرشنا؟ لا قولي لهم راه تهرسات لي اليد ديالي. سير تهرس لي داك الطراب اليدوي، بقيت كنحرك به وهو يتقسم. وانا نولي نكمل بهادي. المهم دابا غادي ندير هاد الفواكه، غنخلطهم بحال هكا. كتشوفوا اخوتي هاد الفواكه انا فنتهم في شويه ديال الدقيق على هاد الطريقه، غير شي شويه ديال الدقيق هكا، نخلطهم مزيان. ودابا غادي نسوسهم هنايا في هاد العجينه وغادي نخلط مزيان. زيت خلط هادشي كامل ورا شافني اخوتي تهرسات لي اليد ديال ايوا شفت كما قلتي لهم تهرسات لي اليد والزيت هاد المغرفه ولا شنو هادشي اش كتقول؟ لا تو كيقول لي اش واقع شفت كاس المغرفه الخلاط الكهربائي والله الا تي كيرشني لا واك كدا تيدير لي الصداع وما عنديش معاه كنخدمو غير الكريم. ايوا تا دابا الاخر طيب باش ما بغيتش زعما غير تجي مزيانه ناكلوها الله يجعل البركه. ها انت هي تخلطات ولا لا؟ تخلطات. دابا خوتي غادي ندهن لاطا ونرجع معاكم. ودابا خوتي غادي نكب هاد الكيك في اللاطا، درت لها الزبده وشوي ديال الدقيق. هادي تقيلة تقلاتي تستراحي دابا مبقاتش تقيلة. تقيلة هاد الجبانة قتلاتني في يدي. وهنايا خليت شوية من داك الفواكه داك الزبيب وكاوكاو واللوز، خلطهم هكايا وغادي نزين بهم من الفوق بحال هكا. الكيكه خوتي راه كتجي زوينه، حتى المذاق كيجي زوين مع فيها داك قشور الليمون والفاني. نتمنى تعجبكم. ودابا غادي نديرها في الفران طيب ونرجع معكم. ودابا خوتي الكيكه ديالنا وجدات، ها هي كتجي لها الطريقه، كتجي لداخل فيها هاد الكاوكاو والزبيب واللوز، كتجي زوينه في الصراحه، كيكه عائليه. نتمنى تعجبكم ويعجبكم هذا الفيديو اخوتي. وبسلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.